مرحبا بملايين مشاهدينا برنامجكم الجميل والمنوع برنامج فوالة. طبعا اليوم ضيوفنا متميزين وكذلك بعد ركن التراث المتميز والاشياء والاجواء المتميزه كلها عندنا اليوم فعلاً. في برنامج فواله فعلاً. يسعد لي مساج حبيبتي مروه. يسعد لي مساج سهام ومنوره اليوم حبيبتي ولهنا عليك البارحه حبيبتي جميل. يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا عبر تلفزيون الفجيره في برنامج فواله. اكيد فعلا مثل ما قالت زميلتي سهام ان ضيوفنا اليوم مميزين مطربه وايضا ملحن ومايسترو يحب يقولوا له مايسترو نعم. صح ولاعب كره ولاعب كره دراجات ما شاء الله من كثر الاشياء ضيعت ودكتوره ما شاء الله يعني ما شاء الله كل شخص فيهم له اشياء منوعه والحين بنروح لزميلتنا سمعتي الاخر شو يقول لا شو يقول يقول عندنا خمس ضيوف ولا ضيفين لا هو ضيفين بس ما شاء الله عليهم الحين بنمسي وبنمسي وبنصبح شو بنمسي هو بعد شوي بنمسي على زميلتنا عواطف يسعد مساك عواطف يسعد مساكم بنات ومنوره سهام اليوم اكتمل العدد يسعد مساكم اليوم انا ومحمد وما شاء الله ام سعيد بعد ام خميس بيكونوا ويانا نمسي اول شيء على اللي قاعد يشوفونا نقول لهم ان اليوم بنتكلم عن الاعشاب عن النباتات عن الطب الشعبي البسيط القديم اللي لين الحين نشوفها في البيوت الاماراتيه ام محمد بتعرفنا على هذه الاشياء البسيطه جدا بعد بنتعلم اليوم القماط الله جايبين بعد ويانا بتعلمنا ام محمد شيء تفاصيل صغيره يمكن يبون يشوفونها وكحلة بعد أهم شيء تحال أهم شيء لو ما كانت متحلة ما تكون ملولية هي ما بتكون وللحين ما شاء الله عليهم فمواضيع وتفاصيل كثيرة عن الطب الشعبي والنباتات الشعبية التقليدية بنتكلم عنها اليوم إن شاء الله إن شاء الله الله يعطيكم العافية شو محضرين لنا هناك اليوم اليوم شيء جديد محلة محلة الله ويا دبس ولا شو هي دبس أهم شيء صح لا واضح إنكم منوعة البارحة سألت عن الأكل هي طبعا لازم اكيد سالت بس ما اصريت وايد لا لان ما عندي حد يشاركني في الجريمه نفسها كانت مسدوده وانت مو موجوده وخالتي مريم جهزت لنا شيء؟ ما جهزت لنا شيء اليوم؟ بلا جهزتي ما في شيء بالك؟ يعني يلا نسمع هذه ان اللي سمعهم يعني يغنوا فيها على المريحانه وهذا بس ما المنو منو قال انها لا ما نبغى خلاص بنسمعها بس نسمعها ما بنسمعها أقول البارحة هي يوم الملرقود باطن حشاي بات وسواس الله في من وله مزموم لنهود ليه في الحشاوي يصير رماش والعين دعجة والهدى بسود والخد له لماع قرطاس الله ريج عسل وأحلى من القوت ولد وأحلى من على ناس وسلمتي الله سلمتي يتوصف فينا يونس شعر يتوصف فينا الله يعطيكم العافية حبايبي وإن شاء الله نرجع لكم مع هذا الركن المتميز مشاهدين اليوم بنتكلم عن شخصية جميلة هي من الأصوات التي تتخذ خطواتها بدقة وصولا إلى قلوب الجماهير من خلال انتقاء أغاني غريبة من القلب ترفض المجاملات المحسوبية وتصف برامج الهواء بفقاعة الصابون التي تذوب بسرعة فور انتهاء حلقاته كما أنها تعمل كمفتشة في الرقابة الدوائية وكذلك من هواة الدراجات رحبوا معنا بالدكتورة الفنانة رانيا شعبان وأيضا قالوا عليك الناس أنك صندوق من خشب وأنت في الأصل قلب من ذهب قالوا عليك ذو أوتار وأنت في الحقيقة حزم في خط من نار لجأ إليك كل حزين منكسر واعتنى بك كل عاجز مقتدر أنامل رشيقة تلاعب الوتر بخفة فنان ورياضي ومثقف لكن المايسترو هو اللقب الأحب لقلبه والحلم اللي يسعى له من سنين طويلة ضيفنا لليوم العازف والملحن طارش الهاشمي أهلا مرحب فيكم دكتورة رانيا شعبان وأستاذ طارش الهاشمي نورتنا يا هلا ومرحب فيكم السلام عليكم جميعا وعليكم السلام يعني سمعتي مخرج شي يقول كم ضيف عندنا ما شاء الله عليكم كل واحد تبارك الرحمن في به ماله مفعم سلام الله عليكم مبارك عليكم الصحة الله يسلمكم يا رب رمضان كريم وعليكم ان شاء الله تفضلي الكاميرات راح تاخذنا وسلمنا ورجعنا خذي راحتك حياكم الله حتى احنا مجهزين لكم يعني مروة من اول مرة تقولي انا اليوم بجهز من وقت القهوة وبحطيها حقهم عشان ما يقولون لا بعدين تسلمين لا الحين مرة هي بعدها عشان تقول بعدها حاره قبل هو لا شو تقول ساعات انا اصب ابغى اقول لهم تبون قهوه يقول لا بعدين فهي الحين حضرتها لكم من الاول البدايه نورتونا عشان ما تتكلمون لا بالعكس علشان تتكلمون وتاخذون راحتكم
الله يعطيكم العافيه. حياكم الله وشكرا على الاستضافه الحلوه. حبيبتي بالعكس، انا شرف. انا بالنسبه لي طبعا مو اول مره على تلفزيون الفجيره، ويمكن كنت وياك يا سهام في احد البرامج. اكيد. ومروه طبعا صديقه عزيزه وغاليه. ترى مروه سانسه تقوم خمس سنوات ملتقيه معك الاثنين بنفس البرنامج. صحيح. مع الفنان طارق نفس الشيء. انا كنت ويا بعض والحين ما شاء الله. لا انا اول ما دخلت دخلت اشوفها واقفه تقول اثنينهم كنت معاهم قبل خمس سنوات واليوم بلتقي معاهم، حسيت بلهوه تتكلم. حبيبتي شفتي رجلك. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الاجواء الرمضانيه بعد خمس سنوات. أيه؟ رانيا مثل ما هي والاستاذ طارش بعد مثل ما هي. ما خمس سنوات. انا كبرت وهم ما كبروا ما شاء الله عليكم. دق الخشب. تاتش وود. مره اشوف هيك اليوم شوف عطره. شوف عطره اليوم. كل شيء. حياكم الله واهلا وسهلا فيكم وشكرا جزيلا مره ثانيه على الاستضافه. خلينا نتكلم عن الاجواء الرمضانيه رانيا. والله مثل كل سنة عائلية، وايد إيفنتات، وايد فطورات، وايد سحورات في كل مكان. رغم أني أنا صرت مقلة جدا بتلبية هاي الدعوات صراحة، لأن حسيت أن الأجواء الروحانية للشهر راحت. يعني إذا بس بتروحين عزيمة، من وين تلبسين؟ من المصمم، من المصممة، من الماكير، من المدري شو. ما حسيت الوضع يعني عائلي أو في روحاني. يعني الروحانيات اللي فيه راحت، حسيت هالشيء ما أعرف. فبصراحة قللت شوي من الإيفنتات، من العزايم، فطورات، سحورات كل يوم خلص. ولكن في ناس عزيزين علي ما أقدر أقولهم لا، يعني ما أقدر أقولهم لا، أكيد لازم تكونين معهم. الحمد لله. أستاذ، أنا في البداية طبعا متشرف بوجودي في هذا الصرح الجميل، قناة الفجيرة الفضائية. وللأمانة كلمة تحقق أقولها في الإخوان، يعني من أول ما قدموا لي الدعوة إلى آخر لحظة دخلنا في الاستوديو، هم يتابعون بالتليفونات وتواصلوا معانا. وهذا الشيء الحقيقة أنا أتوقع أنه من أهم نجاح أي برنامج، أنه لما يدعى الضيف لابد أن تكون هناك متابعة فيما بعد. صحيح. إلى أن يوصل لهذا المكان، فمشكورين الإخوان كلهم يعني. وأحييكم طبعا، أنا سعيد جدا بوجودي بينكم والأخوات أيضا. وبالنسبة لي رمضان يعني صح، بالنسبة لرمضان يعني هذا الشهر طبعا هو شهر خير وبركة على الجميع. فنحن مجتمعنا الإماراتي دائما يقدس هذا الشهر، دائما أواصر اللحمة بين أفراد المجتمع والأسرة تزيد في هذا الشهر خاصة. بالنسبة لي أنا طبعا ما أصبر عن الفطور عيالي في البيت. أجواء رمضان حتى ما بعد رمضان نحاول أن نخليها هي نفسها، الروحانيات الموجودة فيه، التواصل، زيارة الأهل، يعني هذا كل الأمور موجودة عندنا نحن الحمد لله رب العالمين، ونحاول نخليها بأسهر لغاية بعد رمضان يعني إن شاء الله يعني. والحمد لله يعني الواحد بقدر المستطاع يعني يقدر اكيد ضوء هذه الظروف. الحمد لله. اذا شربوا قهوتكم عشان ما تبرد. انا برد، انا شربت انا قاعد اجو كرتينه ضارب في راسي الحين، رايح الخمير هناك شيء شفت تسوي جيمات عوار ما يسوون استعير استعير. ما بغني ولا بقول شيء، اول يبوا لي خبزه هنا. سمعتي شطه يبوا له خبزه وبعدين بيغني. ان شاء الله. رانيا، بعيدا عن الغناء وعالم الغناء، نبي نعرف عن رانيا شعبان في حياتها على في المنزل، ترتيبات رمضان، الأكلات، أجواء رمضان في البيت، تطبخين؟ ولا طلبات؟ هذا سؤال وايد صعب بصراحة. أولاً أنا ممكن أساعد، بس أساعد في شو يعني؟ شوية ملح، شوية مدري شو، الترتيبات الأخيرة. الأخيرة نعم. وبعدين بالنهاية ممكن أكل، بس أني أطبخ ما أكذب عليك، أنا يعني الحمد لله رب العالمين الله أعطاني كل شيء أنجح فيه إلا الطبخ. إلا المطبخ. أشوف الرجال غلبون الحين. إيه أنا عندي ربع وايدين. شفتين؟ ليش قلت شيء حسيت ما شاء الله بغيت أنغز يعني. ما شاء الله. لا عندي ربع وايدين يطبخون. وبعدين أنا بحكم دراستي خارج الدولة، فقعدت يعني مدة زينة يعني
هناك تطبخين لمدة طويلة؟ لا والله ربعي كانوا يطبخون فكنت أشوفهم، لكن أنا ما استهواني أبدا بحياتي موضوع الطبخ. صح. أنا لا مزاجة. أيوة مثل الفنان يعني، لا تجيبين واحد ما يعرف يعزف وتقولي له اعزف، ما يعرف يغني تقولي له غني، ما بيتقنها. هو فن. صحيح. هو فن زين، اهلنا يعرفون هالموضوع يعني كما قلت لك، هو فن لحاله بتروح يعني يوم وتعت ما تعرفين شيء في المطبخ، ما نقدر ما نعرف. احيانا في يعني مثلا عن نفسي انا اتكلم، دائما كنا سفرات خارج الدوله، فاضطر اني اخذ ست كامل في بعض البلدان يمكن ما الاقي فيها عيش، انا ما اصبر على العيش. اي صح والله. هذا هو الوجبه الرئيسيه. واخذ وياي بعد هي، واخذ وياي شو سحناء لازم. الله. هي ضروري موجوده. والسمن؟ ها؟ والسمن؟ السمن اكيد. السحناء والسمن. كل شيء ياخذ الست كامل اكيد. زين. بنحاول اسوي عيش ابيض على سحناء على تمر شوي. فهذا الشيء نحن ما نصبر عليه يعني. انا واحد مني ما اصبر عليه. هاي ما تحتاج وايد طبخ شغل عادي والله يعني. العيش لازم بقى، لا العيش يبالي شويه. هي والله ساعات يسوونها هرسية مو يذمون او يا حد من تجربه يعني. رانيا دكتوره وتحبين الغناء وتعلمتي اظن اشياء في الغناء، الفوكاليز وهذه الاشياء، لكن الطبخ لا. اوكي ولا تحاولون ابدا، لا تحاولون حتى بسويت ولا شيء. إنزين كيف توجهتي للغناء؟ يعني أحس في الدكتورة صعب أن تكون تغني. موضوع الغناء والموسيقى عندي ما إلى أي دخل بدراستي ولا بشغلي ولا بأي شيء. أنا بديت أعزف على آلة الأورج تلقائياً، كان عندي 3 سنين. أوكي. وأول أورج إجاني بحياتي موجود عندي بالبيت، كاسيو الخشب. يمكن في مشاهدين عندهم خلفية عن الآلات الموسيقية وهي الأمور، فرح يعرفون اللي كنت أتكلم عنه شو شكله وشو وضعه. جاب لي ليال الوالد والوالدة طبعا لما حسوا أني أنا يعني ميول. إيه عندي ميول وميول يعني طغت علي للحين. أعترف. وبدت معي المواضيع بالمدرسة، كنت تقريبا بروفيشنال أورجانيست على مستوى المدارس الحكومية، وللعلم في إمارة الفجيرة. أنا صحيح أني من مواليد دبي بس عايشة في الفجيرة إلين خلصت الثانوية العامة، فساعدتني طبعا أستاذتي ومعلمتي كان اسمها أبلة أسيمة، وكنت في مدرسة الفجيرة الابتدائية. شوي شوي حتى أذكر سوينا أوبريت وطلعت فيه فعليا وأنا أعزف أورج اسمه عن النخل، كان أوبريت عن النخل وكنا صغار بعدنا 3 ابتدائي ورابع ابتدائي وشي، ما أعرف طبعا هو موجود عندكم بأرشيف أو لا الله أعلم. لكن يعني هذا كان أول مرة كنت أطلع فيه عازف أورج بالفرقة وكذا، وبدأت الأمور تمشي. بس شوي شوي غيرت الموضوع، ما زال عزف الأورج بالنسبة لي مثل هواية جميلة من الصغر نعم، ولكن الغناء أخذ يعني أخذ الموضوع شوية منحنى آخر يعني. فهذا صار معي بالنسبة للموسيقى والغناء، لكن لا أربطهم أبدا بدراستي في الطب أو بالصيدلة أو بمهنتي أو كذا لا. درست على يد أساتذة كبار الحمد لله، الأستاذ جعفر الخفاف من العراق، الأستاذ الدكتور خالد محمد علي أيضا من العراق، أستاذ محمد عبد العزيز أستاذ في التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية جامعة القاهرة في مصر. الحمد لله يعني الحمد لله عندي خلفية زينة الحمد لله. أستاذ طارش من العز، بعد كنت قبل لاعب كرة في نادي الإمارات. نعم. يعني رياضي ما شاء الله عليك. نعم. خلينا نتكلم عن هالمنعطف اللي كان في حياتك. يمكن بديت حياتي يعني او في خط يعني الرياضه والفن في خطين مع بعض بديتهم. واذكر يعني لما بديت استشعر فيني هوايه الموسيقى في الابتدائية، من المرحلة الابتدائية من دراستي يعني. فأذكر على السريع بقولكم هالموقف يعني إلى الآن راسخ في بالي وما أنساه، في كل مقابلة أنا أذكر هذا الموقف.
يعني الأستاذ الموسيقى فنحن كنا صغار يعني، وقال أنت تعال أنت تعال أنت تعال، أشر علينا طلعنا 4-5 تقريبا، وقفنا برا على الصبورة ما نعرف شيء تدي من نفسه يعني إيه إيه تعال فلان تعال فلان تعال، طلعنا نحن 4 تقريبا وقفنا، فقالنا أنتوا بعد الحصة الثالثة في فصحى تيون عند العلم، ما ندل وين غرفة موسيقى تيون عند العلم، قلنا أوكي، طلعنا من بعد ما خلصت الحصة رحنا عند العلم وودانا غرفة الموسيقى، عطى كل واحد آلة، أنا عطاني أكورديون وقال كل يوم خلوا بابا يجيبكم العصر ساعة كذا كذا تتدربون أنتم من جماعة الموسيقى، فبديت يعني باختصار فبديت أحب الموسيقى، خاصة أنا بعد يعني أهلي وجودي والدي اللي طول عمره ودودي كانوا من الناس المهمين في فرقة العيالة وفرقة الليوة والرزيف والأمور هذه، يعني هم كانوا الناس الكبار موجودين في نعم. فأنا تعلمت منهم، كانوا يأخذون معنا يأخذوني معهم العراس، نروح نشوف العيالة نشوف الليوة الرزيف نسمع الأهازيج الشعبية وكل شيء يعني، فحبيت الموسيقى. في نفس الوقت الكرة بعد أذكر كنا في الفريج وأنا مجموعة من نادي الإمارات، أذكرهم سيد علي الوالي، فاختارنا نحن يمكن بعد كم واحد، فقال أنتوا تعالوا فلان شو اسمك سجل أسامينا، وبعد فترة بعد كم يوم يعني يومنا قالوا أنتوا تعالوا بيجيكم باص بيودكم النادي وبيشلكم من عند البيت يعني خلاص كل يوم تي. والحمد لله يعني أنا بعد يمكن الجانب اللي ما كشفت زيادة في حياتي الرياضية والفنية يمكن بالنسبة للناحية الفنية أكثر يعني، أما الرياضية لي فيها تاريخ الحمد لله، وأنا أعتز وأتشرف في كوني مثلت المنتخب الوطني لكرة القدم، وفترة من الفترات طبعا تركت لأسباب دراسة وكذا، ولكن اتجهت للفن. الفن إذا تكلمنا فيه بعمق فبنلاحظ أن نحن قاعدين نتكلم عن هوية وطن، قاعدين نتكلم عن عادات وتقاليد وجذور سبقونا فيها أهالينا، وهم كانوا يحثوننا أن نحافظ على هذا الشيء، لأن هذا الشيء جزء لا يتجزأ من هوية الشعب الإماراتي. صحيح. وبالتالي أنا أخذت هذا الموضوع بجدية، ما أخذت أني أنا هاوي أعزف عود ولا أعزف أكورديون، أنا أعزف حاليا أنا أعزف 4 آلات ما شاء الله، بس العود يستهويني أكثر يعني زيفة، ما أخذت أني أنا يعني بس كهواي وانتهى، لا، الفن رسالة إنسانية أكيد. سامية في الحياة، والفن أداة من أدوات يعني. طبعا من أدوات تنمية المجتمعات، طالما أنت تمتلك ثروة كبيرة في مجتمعك في مجتمعك الثقافي يعني. فالمشتغلين في هذا الإطار لابد عليهم أن يأخذونه بطريقة أن يبرز هذا الشيء. ليش الفن مثل ما تفضلتي لغة تبادل عالمي نعم. اليوم تقارب الثقافات صحيح. اليوم أنا لي طموح أني أوصل هويتي مثل ما قاعد نحن توصلها ثقافات من الخارج صحيح. أوصل هويتي الفنية الثقافية الأدبية كل هذه الأشياء اللي تخص مجتمع الإمارات وتميزه لابد أنها اليوم تنشر يعني أكيد. فما بطول الكلام طبعا وايد فيه صحيح. بنروح نتكلم عن هذا الشيء بس أتوقع مروة نفسي مروة تبينهم يعزف ويغني وتغني أستاذ رانيا تغني والأستاذ طارش يعزف بشوف شو في شيء جديد واو إن شاء الله بحاول إذا حابين لا أنت من سبق قاعدين يتشرطون يتشرطون مكانهم يتشرطون على رأسنا ما أدري مش عادي إحنا ما بنفوت هالشيء الحلو يعني أنا وايد مستانسة حرمي عليكم أنا وايد مستانسة أنه أنتوا الاثنين ويا بعض فأنا حابة أرد أسمع عقب 5 سنين صوتك ويا عزفة والله لليوم الصور عندي اللي يروح على الفيسبوك يحصلها يلا يلا زين شنقول ممكن أسمعكم موال قالوا حبيبك مسافر تحرتها قالوا ترى عبادي تضبط العود هي ضروري بس عاد احنا ما مسوين لا بروفات ولا شيء تفاجئتونا من اللي يغني وجي اقول لك على شنو راحتكم تعزمين يلا لا لا على مقام السيقة ايوه ناخذ عري
الرجال طريق زمرد والحصى مرجان والشمس خيمة مظلة لسيدي والقمر صوان لا 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 ليل يسلم هالصوت يعني مو محتاجين بروفه ما شاء الله عليكم في تمام الايد ما شاء الله عليكم. ريام صرحت في حدث صحفي ان رانيا يعني ايش اقول تمتلك صوت اروع. السؤال أيه؟ هل هذا الكلام صح او أيه؟ لا هي صرحت فعليا صحيح ولكن ال الموضوع مش موضوع من أحلى من مو أحلى من أقوى من أضع لا 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 أريام خذت لون معين حبوها الناس فيه قال بغنائي يمكن أنا لو غنيت من أغانيها ما رح أعجب المستمعين يعني فخلص هي أخذت لون معين اشتهرت فيه ومشت فيه فالله يوفقها طبعا أنا أحب يعني ما مركزة على لون معين أنا أحب كل الألوان أحب الغناء بشكل عام أقدر أغني لهجات مثلا عربية كثيرة يعني ما وبعدين أنا ما أخذتها مثل اللي هو بالمزاج يعني ما أمتهنها ليست مهنة أنا ما أخذ موضوع الغناء والموسيقى متعة وقت حلو يعني أنا أحلى وقت عندي بحياتي من يكون عندنا مثلا برنامج حفلة استوديو أموت على هاي اللحظات ولكن أنا لا أمتهن مهنة الغناء مثلا يعني إذا بيها فايدة مثل ما نقول خير وبركة بس إذا ما فيها ما عندي مشكلة يعني إيه ما أخذت منها هواية أكثر ومتعة هي الهواية أو الموهبة موجودة نعم ولكن اللي أقصده أنه مو يعني مش عشان مثلا أنا عندي حفلة لازم أشترط فيها أنا رح أخذ كم لا أنا شو رح أقول أنا شو رايحة أسوي أنا رايحة أستمتع نعم مو رايحة أستفيد هذا اللي نعم أقصد أقوله فبالنسبة لي الغناء متعة أكثر منها فائدة نعم حلو أستاذ طارش منو في بداياتك بمنو تأثرت من عازفي العود والله شوفي أنا ممكن ما عندي شخص واحد تأثرت فيه نعم. ليش لأن أنا حبيت آلة العود حبيتها هي حبيت كآلة آلة العود كآلة يعني نعم وأذكر في مراحل يعني متقدمة من عمري كنت أشوف العود في التلفزيون أقول هذا وين كيف صوتي يطلع يعني أشوف المطربين القدامى بس أقول صوت وين يطلع وين كذا يعني فضول أتعرف على الآلة هاي بالرغم أن أنا أعزف كنت الفترة هاي كنت أعزف أكورديون فشفت ولد خالي بصت في شال عود ونحن يعني في ذاك الوقت صعب أن الواحد يشوف عود المصادفة أن بعد تقريبا يعني مدة بسيطة أشوف الوالد جايب عود البيت فخلاه في ركن في البيت قال هذا العود ما حد يلمسه خلوه انا ابا يعني ابغى اجرب ففضول عندي بجرب بام والعود كان لواحد من اهلنا الاديب جمعه الفيروز اعتقد تعرفون يعني هو اديب وكاتب نوجه له تحيه اكيد يعني راحل الله يرحمه الله يرحمه فهو اهدى الوالد هذا العود وظل العود عندنا فتره انا الحين ابغى اجرب كيف صعب يعني والد كان ما تقول شيء خلاص يعني ما فبعدين استأذنت قلت لأبوي أنا كذا 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 قال لي زين خلاص بس ردي لا ينكسر ولا يصير في شيء شليت على طول رحت عند ولد خالي قلت له كيف دوز لي إياه
وخالي كان الفترة هذه يروح يتعلم عند الفنان الإماراتي سالم عثمان. امبارح كنت مثلي يا سالم عثمان أنا بعد زين، فكان يعلمهم يعزفون عود. فخبرت خالي قلت لي أنت بس دوزني العود وعطني إياه، بحكم إن أنا عندي نغمات الموسيقية لأني أعزف أكوردون يعني. أخذت العود وديت البيت، بديت أستكشف بروحي بدون مساعدة أي حد ولا مدرس ولا شيء. وطلعت النغمات الموسيقية، بديت أعزف شوي شوي بعض الأغاني الخليجية، الأغاني الشعبية أول شيء تعلمت عليها أغاني الفنان الكبير محمد حمد، من أغانينا الشعبية القديمة لأنها سهلة وما ما فيها تكنيك وايد يعني. فبديت شوي شوي، بعدين على مرحلة متقدمة شوي درست الموسيقى يعني في معهد عندنا أكاديميا، معهد أكاديمي درست المقامات الموسيقية. كنت وايد أحب العود، لا لا أنا أحبه، أحب أستكشف يعني إمكانيات. شو سر العود؟ شو سر العود؟ ليش ما اللي يحب العود ما يقدر يغير عقبها؟ وإذا كان يعزف على شيء قبله يوم يعزف على العود خلاص ينتهي الآلة اللي قبلها. شو سرها؟ هي آلة شرقية وهي تربطنا فيها يعني يعني مثل ما تقولين حكايات كثيرة، من أيام زرياب ومن أيام من أيام يعني العازفين العرب القدامى، وكيف انتقل العود من وصل الجزيرة العربية وإلى آخره يعني. طيب، فأعتقد أن اللي يعزف عود ما أعتقد أن حتى لو عازف تستهوي أي آلة ثانية. إيه طبعًا أنا كنت عازف بيانو، أقدر أقول عن عمري من الدرجة الأولى يعني. ما شاء الله. تركت البيانو ونسيت مهارات البيانو. عانقت العود. عزفت كمان ورحت مسافة كبيرة في الكمان، بس بعد رد العود يستهويني لأن في بالي شيء مستقبلي. أكيد. العود يساعد وايد على التلحين، كون ان نحن روحانيا مرتبطين مع العود فنيا يعني. ف ما اعتقد ان اي حد يعزف عود مثلا يقدر يتركها او ينساب، حتى لو يعزف اكثر من آلة يعني موسيقيه يعني. طبعا احنا ضيوفنا طالعين بريك، لكن بنرجع معاك بانك قلت تعزف اغاني قديمه حق ميحد وتي شعبيتنا يعني، فبنرجع بعدين ضيوفنا تريونا بعد ضيوفنا مشاهدينا تريونا بعد هذا الفاصل. حبيب القلب عذبت الحشا وانقضت الايام عنا والدهور، يا حبيب القلب عذبت الحشا وانقضت الايام عنا والدهور، الصبي من نور خديك وتشا من جمال فيك تحتار النبور، يصبي من نور خديك عتيشة من جمال فيك تحتار النبور، من حسن لونه ترى القلب عتيشة ما يطيج البعد لكن صبور، من حسن لونه ترى القلب غتشا ما يطيج البعد لكن صبور، ثيبني الخضر مطعون الحشا من الوزا والله مقدار النثور، ثيبني البعدي مطعون الحشا من الوزا والله مقدار النثور. الله يعطيك العافيه. قبل ما يغني زميلتنا عواطف ركن التراث كان يقول لا تخلوني اغني تراث هنا، انا ما عندي انا هنا ركن التراث التراث قلنا له ما عليك وايد عنده خايف على منطقتها بعد منطقتها هناك تراث هني هنا اغنيه قديمه طبعا حق ما زالت هالاغاني القديمه تغنى لهذا اليوم. شو السبب؟ المصداقيه في الكلمه، المصداقيه في اللحن، المصداقيه في الصورة الجمالية اللي تعكس عن الوطر هذاك اللي كانوا يعيشون فيه.
ونقل المشاعر الجميلة اللي كانت تربط الشاعر بمجتمعه، الشاعر بأهله، الشاعر بالمكان اللي عاش فيه، فبالتالي لابد أنها تستمر يعني. أكيد. رانيا، هل أنت مع تجديد الأغاني القديمة يسوونها مثلاً مع لحن جديد، إيقاع سريع شوي يواكب العصر الشباب اليوم، أو مع الأغاني السنجل أن المطرب يكون له هوية خاصة يسوي أغنية خاصة فيه؟ والله أنا مع الاثنين. تماماً يعني. أكثر كرانيا؟ أنا أحب التجديد القديم، يعني الخط اللي حالياً اللي يسلك هذا المسار بين فترة وفترة، فنان الإمارات حسين الجسمي طبعاً. صحيح. في كل فترة ينزل مثلاً تعتبر سينجل، وفي نفس الوقت هي تجديد لتراث أو لأغنية قديمة. وأنا واحدة من الناس أقدر أقول لك مثلاً إن في أغاني قديمة ممكن أسمعها من المطربين هذه الأيام الموجودين. نعم. خاصة الفنان حسين الجسمي لأنه سوى هذه التجربة أكثر من مرة. نعم. فليش لا، هي سينجل يعني، السؤالين إجابتهم بواحد، هي سينجل بنفس الوقت. نعم. تجديد لتراث أو لأغاني قديمة لفنانين الزمن الجميل إحنا نسميهم مثلا، فليش لا؟ إيه أنا مع الاثنين. سهام أكيد عندها سؤال. لا أنا كنت بقول نعم بس لين ما لين ما تسألش السؤال أباك تفكرين في أغنية قديمة تغني لنا يا خالد. أنا هالشيء اللي كنت بقول. هذا اللي بتقولي قريت أفكارك. خليني أسمعكم الحين شيء بلهجة مصرية، مقطع لأغنية حنين للفنانة وردة. يلا. حنين حنين حنين، أنا دايبة فيك حنين، أنا دايبة فيك حنين 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 حنين، أنا دايبة فيك حنين، أنا دايبة فيك حنين، والغربة توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين، والغربة توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين، شايلك فين عيني واللي بينك وبيني، أشواق كل الأحب وحنين المحرومين، شايلك فين عيني عيني واللي بينك وبيني، أشواق كل الأحب وحنين المحرومين، وحنين المحرومين، أهيانا من الحنين. الله 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 عليك، ما شاء الله عليك، فعلا مبدعة. ما شاء الله عليك رانيا. أحس اللي حلو بصوتك وما تبين تعطين فعلا. مش ما أبى أغني على فكرة، الموضوع مختلف أنت تماماً. أنت وقفتي 3 سنوات تقريباً ما قدمتي شيء. لا وايد أكثر. عشان الماجستير. الماجستير لا 10 سنين يعني 10 سنوات بنيوزيلندا دراسة. شو 10 سنين وايد صراحة وايد، وبعدين رجعت ركزت بشغلي شوية، بعدين شوي الوضع اختلف عن أول، حتى شركات إنتاج ما في مرة واحدة سويتها وما راح أكررها وأعلنها يعني ما راح أكررها. ترفضين هالشيء؟ ألبوم كامل
كنت أنا المنتج وأنا المطرب وأنا تقريبا شوي شوي رح كنت أكون بدل وسام ساكسو بدل مش عارف مين كذا كذا يعني ما ينفع كنت شايلة الحمل لحالي. عقب ما خلصت أعطيتها لشركة بدون ذكر الأسامي طبعا، ولكن لم تخدمني في التوزيع فبهدرت يعني أنه طيب ليش أحب الشيء اللي أغنيه أو اللي أسويه أحب الناس كلها تشوفه. بالنسبة إلي تجربة وبالنسبة للناس هي تجربة، لأن قاعدين يسمعون خامة جديدة صوت جديد، يمكن أنا مو موجودة بالساحة مثل مطربين كثار. نعم. وخاصة في دولة الإمارات نحن عندنا يعني ما أريد أقول العنصر النسائي، صوت العنصر النسائي شحيح جدا. اللي موجودين قليلات يعني الأسامي معدودة يعني على أصابع يد واحدة، فأنا أشوف نفسي أنه أوكي يعني ليش لا، عندي إمكانيات في أشياء يعني مثلا أداء الموال، ما احترامي للكل بس انا ما شفت مطربة خليجية. انت ظالمة نفسك؟ ما ادري، حتى اذا انا ظالمة نفسي شو المطلوب مني اني اسوي؟ يعني انا قاعدة اشتغل على حالي بشكل يمكن هو بطيء شوي بس خلاص يعني تحملوني. احس اذا تحملوني الطريق يمكن كان سالك اكثر لك لان اختك سلكتها صحيح؟ لا. لا الوضع مختلف تماما. نفس الخطأ. انا اولا ارفض المساعده مش لان انا اخت اريام او انا اريد اطلع من هاي العباءه، يعني حتى في ناس ها رانيا اخت اريام، لا نحن خوات بالبيت بس كل واحده شخصيه، بس صحيح. بالوسط الفني كل واحده لها مكانتها، كل واحده لها ثقلها وزنها لونها صوتها وايضا جمهورها. انا صحيح. اذا واحد بس او واحده بس تسمعني هذا جمهوري، ومن حقه علي اني انا انتقي واختار الشيء الزين. على فكره انا اشتركت مثلا ببرامج اللي هو سوبر ستار ب 2004 ونجوم الخليج ب 2008. طيب وبعدين راح اظل يعني راح تقضي كلها بس برامج؟ طيب وبعدين بنفس الوقت شفت كثار يغنون في اماكن وخريجين برنامج معين ما يتناسب هذا الشيء مع مجتمعنا كمجتمع اماراتي خليجي، مثل ما تفضل الأستاذ فارج قال لنا عادات وتقاليد معينة. فما أقدر يعني حتى لو بشترك ببرنامج، طيب وبعدين وعقب؟ نحتاج الدعم الإعلامي، نحتاج الدعم الفني، نحتاج الدعم المادي. كمان نحن يعني يد وحدها ما تصفق. الله يوفقك إن شاء الله متميزة صحيح. دائما الحمد لله نحاول يعني كل مكان لك بصمة إن شاء الله. طارش ارتبطت وياك إحدى المقطوعات بسالفة معينة اللي هي الفجر. أبي والفجر. أبي والفجر. نعم. شو سالفتها؟ نعم. للأمانة يعني هذه المقطوعة في مقطوعات كذا يعني، بس هاي المقطوعة يمكن قريبة مني. لما كنا صغار أنا دائما يعني أجيب يعني أو ألف المقطوعات اللي بألفها دائما أرجع لي فريج وارجع لحياتنا قبل ذكريات توحيني باشياء يعني. فهذه المقطوعه بالذات كنا صغار وكنا يعني الفتره اللي كنا ننام تقريبا العائله كلها تنام مكان واحد. طيب فكنت اشوف ابوي يقوم الفجر الله يطول عمره الانسان يقوم قبل الفجر بشوي زين نسمع حركه شيء ننتبه انا انتبه اشوف الوالد يروح يتوضا وكذا وشيء ويصلي احذاننا زين انا يعني مش اني جالس لا بس اشوفه. والموضوع هذا دائما يتكرر يعني دائما يتكرر يعني الا اذا كنت انا نايم وما حسيت بالحركه فالوالد يقوم فدائما يقوم يصلي دائما يقوم دائما يظل هذا الموضوع في بالي وهاجس يعني لازم انا اسوي له شيء. فكنت مره خلاص يعني عندي شيء لازم اسويه مسكت العود صوت كذا جمله موسيقيه يعني فبعدين خلاص كررت الجمل فربطتها في الموضوع هذا ابي والفجر وظلت يعني معاي. نقدر نسمع يعني شيء المقطوعه هاي؟ ها
هي ضروري. يلا على فكرة على فكرة تخاطر الأفكار أنا وياك مو طبيعي اليوم. اللي فيها مصداقية صح؟ زين. ليش حطيت العود؟ لها آلة ثانية. ها العود. شو الفرق الحين؟ شو الفرق من بين هذا وهذا؟ لا اليوم على فكرة تخاطر الأفكار. المسلسل. لقيته فجأة قلت له بيسمعنا مقوعة حط العود. زي ليش؟ شو الفرق؟ هذا نوع ثاني موجود. هذا نوع. دوزانة أعلى من هذا. هذا بخلنا حق الغنى أنا شوي أوطى. هذا دوزانة شوي عالي. نعم. الطبقات العالية في هذا العود. اعلى من هذا نعم وراح تطلع المقطوعه في هذا العود احلى احلى طبعا يلا لا تنسى ابي والفجر جميلة جدا شكرا أبدعت شكرا رانيا كيف مرة مسكتي العود وعزفتي يعني نسمع لا أكذب عليك أي عندي بالبيت والله عندي ثلاث أعواد وما عزفتي ومنهم عود على ما أعتقد جبته من عند الأستاذ الموزع الموسيقي الأستاذ شاكر حسن أوجه له تحية طبعا واثنين جبتهم من خان الخليلي بمصر ما تعرفين ما شيء بس مجرد أبد بس أنا أحب آلة القانون على فكرة آلة القانون فعلا وايد أحبها أنا للبنت أحبها لأن أحس كلها أنوثة يعني صدق أي تي شتري يبغى يدخل معنا لا لا بس هي آلة جدا جميلة وسهلة يعني يمكن لأني أعزف أورج فسهل ان سهله جدا صح يبالها شويه تمرين ودراسه وكذا بس انا بالنسبه لي احسها بالنسبه لي سهله انا احس لو حد اشتغل علي انا بعد ببدع يعني على فكره حتى الاله نفسها شكلها يعني راقي جدا وحلو على فكره في اخر يوم في برنامج فواله بنغني وبنعزف وبنرسم وناسه الله انت شو رايك بآله القانون مثلا بالعكس وايد احبها آلة القانون والحين طالعين العنصر النسائي بدأ يطعم في الفرق الموسيقية في الدولة على فكرة صحيح. وهذا الشيء أنا فخورة فيه جدا وحابته جدا سواء بآلة العود في الأستاذة شيرين تهامي وفي آلة القانون في الأخت نغم التقيت فيها يمكن أول مرة كانت في حفلة للفنان طارش القرية العالمية أول مرة كنت ألتقيها عنصر نسائي أيضا
حتى معنا بعد الفجيره بنت الاستاذ علي الحفيتي هي متخصصه بعد بالقانون. ما شاء الله. ف يعني تطعيم العنصر النسائي في فرق الموسيقيه داخل الدوله الحين صاير طبعا انا مع مع الدمار الشامل اكيد يعني ان شاء الله. طبعا شو رايكم رانيا واستاذ طارش مكملين وياكم بس منروح لقسم او ركن التراث عند عواطف، شو عندك عواطف؟ يعطيكم العافيه بنات ما شاء الله عليكم، اتوقع كانه ورش يوميا لين نهايه البرنامج كنت علمت وايد اشياء، شعر وعزف وغناء تمثيل وكل شيء. يعطيكم العافيه. نحن هنا عم نتعلم اشياء تراثيه، اليوم بنتعلم شوي من الاعشاب. خال ام محمد جايبه وياها اليوم اغراض وتعرفنا عليهم وحده وحده. نبدا من هذه هالمر هذا المر، هذا هاي المر يسوي يعني مثلا في مر الحين السائل يسوي، بس هذا اللي هو اللي كانت الاول يستعملوا يعني يحطوا داخل ماي مثلا بغرشة او يخللوا يعني لين يصير مثل الماي يعني. وبعدين هذا متى يوجع راسي اول كان الاول يوم يعورهم راسهم يعور ما عندهم شيء الا المر والصندل وما ادري شو صبوه على راسهم يعني حتى اللي هالك يعني يحطوا على راسه على راس. يعني يخفف من الوجع يعني. هذا المر وهذا هذا الحرمل، هذا الحرمل اول يوم تيهم السخونه بعد وش احس انهم هذا يحرقوا تحت الواح المسخن يعني عشان تنزل هذا الحروره. الحروره في ناس يمكن يستخدموا بعد، بس الاول اليوم يقولوا ان يعني هذا يستعملوا يعني الواحد يوم في العرض يعني يحرقوا، وفي اللي بعد اغراض ثانيه يعني يستعملوا لا استخدامات ثانيه هي. وبعد في عندنا هذا عرق اللي سموه عرق اللي هذا للاطفال فقط، بس للاطفال الحديثين الولاده كان الاول يوم يحس الولد يعني الطفل يصيح وما عارفين شو فيه يقولوا يمكن بطنه ليه يعني هم يقولوا مغص فيه، فياخذوا واحد من هذا اللي تشوفيه ويحطوه في ماء يعني فنيان او شيء ويخلوا لين يصير الماي مالي يهد يعني يصير احمر كذا لونه ويعطوا للياهل يعني يشرب عشان عشان النون هذا وبعد في عندنا هذا شو الصبر. هذا الصبر اذا فيش يعني مثلا عوار او حبه او شيء فهذا يخللوه بعد ويلخوا على المكان اللي هو فيه الحبه مثل الكريم عشان وش يبلغ وهذا يشفى. وبعد في هذا مخلط حروق يعني حق اليهال اول يستعمل في الشب وفي البان وفي اللي شو يسموه هذا اليوخشير الماليوخشير في بس انا نسيت انا اعرفها بس نسيتها. هذا بعد يحرق حق الياهل لو انه يوم كان يوم يكون مريض صغير الياهل عندهم الطفل فيحرقوا تحت يقولوا في مربيته يعني في عين في ما ادري شو يحرقوا تحت هذا. وبعده في ناس يستخدمونه للحين يعني هذه الاشياء في 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 ناس في لحد الان في والله في ناس لحد الان يستفيد يعني يستعملوا هالاشياء بس ريحته هذا وايد ما حلو ريحته هي ريحته قويه شوي بس ما شاء الله في ناس الحين يستخدمونها وفي وايد وهذا بعد شو يسموه بوفاس بعد يوم البطن يعور بعد نفس الشيء يسوى على سرة الطفل يعني في اشياء وايد يعني مين خلول اليهال الزعتر هي يوم يعورهم شيء بعد ما يعني مثلا لو ما تبين تودينا الطبيب صح حار يحرق هذا الوش بس يستعمله وهذا الزعتر بعد يوم بعد للحين يوم هي يوم الكبد اللي الانسان تعوري وطبخه وشربه وبعد قلتي بتورينا كيف يقمطون الياهل هذا مشحلينه بعد هي مكحلت هذا الكلبوت يسموه هذا بعد يسوونه في البيت هي سووا بالبيت الاولين يعني يوم ايام البرد يلبس وهي يدفيهم او انه عاد ربطوه وهذا القماط بهالطريقه يعني يعني وحنا نقمطوا هذا خلص شو الفائده ليش يقمطونه؟ او اني احيانا يقول الياهل يصيح يمكن انت ما قمطتي ينام يعني شو لو يقمطوه على اساس وش انه ينام والحين وبعدين الريل او انها ما يفشر كذا يعني الريل تكون مصلبه سيده فهم يقمطوا بهالطريقه اولين كلهم والحين الياهل تقمطينهم؟ في منهم يقمطون في منهم يعني هي يعني احفاد كيكا في نقمطهم هي نقمطهم في للحين احس مو الكل يعني شوي يعني في بالنسبه لناس بالنسبه لهم شيء شكله غريب ايه بس هذه الاوليين مش غير هذه الاشياء في اشياء تغيرت يعني يمكن قبل والحين
في اشياء نفس هني بعد هذه اشياء موجوده بالسوق. هذا هاي الكحل مال اول اسراي يسموه كحل اسراي، افتحي وشوفي داخل. اللي يكحلون فيه الياهل. هي يكحلوا فيه الياهل وهذا المرود. ها اول في فضه اشو يسموه ايش اسمه ده ما فضه صفد. هي صفد اول شيء. والحين هذا ترى لا بياعي. وحتى النيل هذا، هذا نيل في نيل غير وفي نيل هذا البكر يسموه. هاي نيل البكر وفي نيل الأسود الأزرق الثاني. أنواع يعني في أشياء واد. أنا بس البرنامج كيف كانت كيف كانت العيادة قبل أو المكان اللي تروحون له ما شفت لما حد يتعب؟ في عيادات بعد، في مستشفى كان أول بعد، في يصير وفي دكتور بعد، في في يصير من قبل. هي وهذا البارز اللي هو حق الياهل هذا بعد احنا عندنا المرأة يوم تولد فبنفس أسبوع يجيبوا السمنة البلاد وحطوا البارز على النار شوية ولين يسيح ويسووا على لين إذن الياهل ولين هنا ويسووا على رأس المرأة وعلى أساس إنها وش شعرها ما يتساقط رأسها ما يعورها فيسووا هذا الشيء. الحريم اليوم يسوون؟ صراحة في ناس يسووا إيه لا لا يسووا في منها لحد الآن يعني يسووا صدق يعني. وما تعلمين خلو تسوين شيء؟ بلا كانت تبغين نسوي. هذا البان ترى البان معروف نحرقه. وهذا سرك صالح هذا بعد، هذا فوائد وايد بعد سرك صالح يعني في أشياء. هذا مكافح الأرياح يعطيك العافية. قال الله وقايت النيل لابستنها بعد هي دوا ترى حتى لون ايدها حتى هاي الشيل اصلا دوا بعد تستخدم زينه. اول شوفي حتى الاولين يوم كان الياهل يمرض عندهم يقولوا في مربيته يعني ما اعرف كيف يعني شيء مربيته يعني عاداته وهذا وش يلبسوا يلبوا بهذا الشيله على اساس انه يخف وحطوا النيل وحطوا سبحان الله ما اعرف كيف يعني يحطوا لي منه ومنه وعلى ايدهم مثل الحيل وما البساطة الاعتقاداتهم يحطوا عاداتهم يعني والله يعطيهم على النية الحمد لله يعني بسيطة حتى حق الجمال يعني غير التشاب حق الجمال بعد حق الوجه حتى البرقع شفت البرقع النيل ما كانوا قبل يحطون لزق في البرقع يخلون لين مرة يصبغ الوجه ما يسوي لزق هي يصبغ الوجه اللي للحين جربينا تشوفين اللون في يوخشير بعد جايبه بعد في بس اليوخشير ما ادري وين راح انا جايبه اليوخشير هذا يستعمل للطفل بعد نفس الشيء يوم يصيح بعد نفس الشيء ما يعرف شو فيه يبو حصى ويسوق اليوخشير يلخه بعد على بطنه على راسه على منه يعني على اساس انه صح فعلا يعني يهدي وينام يهدي وينام ما شاء الله هي. هذا بس على بساطة الأشياء يمكن قبل لو ما تفيد بس ما تضر على الأقل لا مفيدة أول أشياء هم مفيدة الحين الأشياء اللي صارت هنا عندنا دكتورة بنسألها عن هالأدوية دكتورة طبعا سمعتي هالأدوية اللي قاعدة تذكرها خالتي مريم هذا اللي أقول ليش عنه يلا شكرا وترك صالح هذا ما يخلى البيت منه لا لحد الآن هذا صرك صالح بماي وماي ورد ماي الورد سووه شنو فينا ولا ما فينا لازم ترك صالح ناكله في عندنا هنا بصرك صالح تبغي اذا تبين موجود ان شاء الله شيء موجود بعد هو على فكره انا ما جربت الترك صالح بس بجرب لا حلو هو ليمون هو عباره عن ليمون يابس وشو بعد هو يكون اصلا ليمون يابس ولا شنو شو حبيبتي صرك صالح هي. لا ها ليمون غير وصرك صالح غير هذا لان عشان حموضته لان احنا حموض يعني لا لا ما ليمون هذا بعصر كصالح بس من وين مصنوع من شو مصنوع ما اعرف احنا بس هاللي عرفناه من عرف من اهالي الحين يقولوا هذا اه يعني انت ما عرفته بس انا والدكتوره عرفناه من الاحساس هو الليمون الاسود ما اعرف ليمون الاسود غير الليمون الاسود ليمون الليمون الاسود عندنا ليمون ثاني غير هو لومي نفس من زمان انا اعرف انه اللوم هي انا تي بعد لكن ما اعرف انه تركه صالح اليوم بعد الدكتوره بتسوي لنا مقارنه بين دكتوره سمعتي شو رايك في شو في الادويه اللي ذكرتها تسوي لنا مقارنه بين الادويه الشعبيه والنباتات الشعبيه والاعشاب وبين الطب الحديث هي مش مقارنة ولكن نحن بمجتمع وحتى إذا رجعنا شوية لديننا الإسلامي طبعا كان عندنا الطب النبوي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستخدم هذه الأمور الناس في هذا العصر في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كانوا يستخدمون هذه الأمور إذا رجعنا للحضارات القديمة أيضا كان عندهم عادات وتقاليد في العلاجات الطبية وأشياء غريبة يعني يمكن للحين مثلا يقول لك اذا حطيتي ثوم على فروه الراس ما ادري ايش يصير كذا صحيح. كذا
وتطلع البصيلات الشعر. إذا رجعتوا لكتب قدماء المصريين مثلا، أنا كان بالنسبة لي مفاجأة أني أعرف هذه المعلومات. في جامعة أوكلاند بنيوزيلندا أثناء دراستي كان يستهويني قراءات في كتب غريبة عجيبة، يعني الجامعة كان بها كلية اسمها كلية العلوم المصريات أو Egyptian Sciences. نعم. فهذه اقري عن قدماء المصريين شو كانوا يستخدمون كنباتات عشبية في الطب وفي العلاجات وفي أشياء كثير. طبعا إذا قريتوها مفاجآت المفاجآت. نعم. يعني وممتعة جدا. في الحضارات القديمة إذا رجعنا لها رح نجد فعليا نفس اللي سمعناه هني، هو أشياء طبعا تكون شبيهة. نعم. بالنسبة للطب الحديث يعني ما أقدر أقول في مقارنة، ولكن هذا شيء وهذا شيء. حتى الحين بالدولة عندنا شيء اسمه الطب البديل. نعم. موجود. صحيح. الطب الصيني كمان موجود. نعم. الإبرة الصينية موجود، الحجامة موجودة. صح. الكذا. ولكن إذا بالأعشاب طبعا في عندنا الطب البديل هو الطب الأعشاب يعني. نعم. فهذا موجود. الأدوية الكيميائية اللي نحن نعرفها لما تروحين المستشفى ويصرفوا لك إياها أيضا موجودة. نعم. في ناس تفضل هذا، في ناس تفضل هذا. في أشياء لها تأثير فعليا. صحيح. بالأعشاب، وفي أشياء لها تأثير أيضا بالمواد. نعم. الكيميائية يعني. نعم. ولكن يظل بالنهاية قناعتك. في ناس عندهم. صحيح. قناعة. صح. يقولك لا أنا ما أتعالج بالدول الفلانية، أنا أتعالج بالأعشاب الفلانية. خلاص متعود. نعم نعم. نعم. وحسب مجتمعنا نحن يعني بالإمارات أتوقع الطب البديل والنباتات والأعشاب وهالأمور كلها منتشرة. أظني عواطف الجواب كافي وشافي لك. وبعد بأخذ منك إجابات يوم تيني هني إن شاء الله قسم التراث. نحن متواصلين وياكم مشاهدينا، بننتقل لفاصلة صغير وبنرجع نستكمل وياكم فقراتنا في برنامج فوالة. قالوا ترى مالك أمل في قربها لو يوم أبعد وجنب دربها وهذا هو المكسوم. قالوا ترى مالك أمل في قربها لو يوم أبعد وجنب دربها هذا هو المكسوم. قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتاب واللوم. قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتاب واللوم. كني غرقت في بحرها ولا رفين اللوم. شو رايك تكمل؟ بليز كمل. يلا معاها. انت خلينا يلا يلا معاها. يلا يلا كمل الأم. أنا خلت من سلطن الصوت. يلا تسلم تسلم. مسلطنين وياكم. بس خاطري كان يكملها معي. يلا يلا. صابر على المقسوم تعلمت طرف الأمل يمكن يجيني نوم. ورب ليالي انتظر علي مقسوم تعلمت طرف الأمل يمكن يجيني نوم. قلت اتركوني ولا رفين اللوم. الله الله الله. احنا
صراحة ما بنس، أنا بنسمع فعلا. لا تغير شوية الحين لأن سمعناكم ما في الكفاية بنسوي تذاكر اللي بيسمع يدفع. بالعكس احنا جايين تحت أمركم جايين نستمتع وانتو تستمتعون والمشاهدين استمتعنا وايد وياكم وصوتك ما شاء الله وصوتك وعزفك ما شاء الله عليكم والله. أكيد أستاذ طارش خلنا نتكلم عن الأوركسترا الإماراتية اللي أنشأتموها. موضوع الأوركسترا موضوع شائك جدا وموضوع يعني يبالي حلقات الأمانة إذا نتكلم فيه، ولكن باختصار اليوم نحن في بلد متطور، بلد رائد مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، متقدم في كل المجالات يعني أنا أقدر أقول الفيلسوف الصيني شو قال؟ قال إذا أردت اللي هو مش شايفسكو ما يستحضرك يمكن الأسم لحظة كونفوشيوس أيوة قال إذا أردت أن تتعرف على حضارة بلد ما فاستمع إلى موسيقى. اليوم نحن في بلد متحضر حضاري من الدرجة الأولى متطور في كل المجالات متطور، ولكن لو هنا وسلطنا الضوء على المنظومة الثقافية والفنية ما نقدر نقارن بألمانيا على سبيل المثال، مثال الأوركسترا الألمانية أو الأوركسترا البريطانية أو السنغافورية أو السوفيتية، هاي كلها أنا زرتها. فلما أروح مثلاً البلدان هذه أنا يوجه لي سؤال كيف الأوركسترا عندكم؟ تغار أحرج أني أجاوب أنه ما عنده أوركسترا. وعمل الأوركسترا اليوم هذا جهاز يعتبر هو جهاز إعلامي، جهاز يتكلم بثقافة وهوية الدولة، جهاز ناقل معلوماتي وتاريخي وكل شيء، وحتى يصورك هذا البلد شو. لذلك الكونفوشيوس قال هذه العبارة. اليوم نحن إذا جينا ونتكلم عن تأسيس أوركسترا سيمفوني في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت في تجارب، وأنا عاصرت هذه التجارب، وكانت لي تجربة في تأسيس أيضا فرقة، وما بقى يعني أتكلم عن الموضوع كامل ليش؟ نعم. لأن فيه يعني من خلال أنا تحركي في هذا المجال وكيف دولة الإمارات اليوم قادر على تؤسس أوركسترا سيمفوني، ولكن يجب أن يكون 1 2 3 4. وأنا استفدت من سفراتي هذه كلها وعرفت شو اللي يناسبنا نحن في مقارنات داخلية وخارجية، عندي عرفت شو يناسبنا نحن، كيف نقدر ننشئ أوركسترا سيمفوني يحمل اسم دولة الإمارات المتحدة وتكلم عن ثقافته وهويته اللي حرصوا علينا الشيوخ الله يطول عمرهم أن نحافظ على هذه الجزئية من 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 ثقافتنا اللي 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 تعرفنا على العالم، ومثل ما قاعد توصلنا نحن ثقافات وفنون ودخيل علينا نحن، وربما في جزء في جزء من 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 أبناء المجتمع يتأثروا فيها، فبالتالي نحن عندنا شيء أقوى أن نوصل للعالم. ولكن ما قدرنا نحن في دولة الإمارات المتحدة أو الجهات المسؤولة ما توصلت إلى كيفية تأسيس أوركسترا سيمفوني يحمل اسم دولة الإمارات العربية المتحدة. هل معنى كلامك أستاذ طارش أن في معايير عالمية للأوركسترا السيمفونية طبعاً. أو لإنشاء أوركسترا سيمفونية في بلد؟ شوفي نحن اليوم إذا تكلمنا عن المعايير العالمية نتكلم عن اللي يناسب بلدنا، فأنا أخذت من المعايير العالمية كلها، سويت خطة استراتيجية كيفية بناء هذه الأوركسترا بما يتناسب مع مجتمعنا نحن. اليوم أنا أطالب أن تكون أيضا فيما لو أسست الأوركسترا السيمفونية فيها عنصر نسائي، ولكن العنصر النسائي هذا ما بيك منه وتدرب أو بيك لازم يكون دارس فاهم بغض النظر عن هاي. أنا اليوم قاعد أقنع مجتمع بأني أنا اليوم راح أفتح هذا المجال أو هذا الإطار الثقافي الكبير العالمي، ولكن لابد الأسرة تقتنع بأن بنتهم أو ولدهم أن ينتمي إلى هذا الجهاز. كيف؟ هذا طبعا سر عندي يعني ما بقول على الهواء زين. وبالتالي طبعا الموضوع الأوركسترا وايد طويل، انا خذيت فيه
تقريبا الحين 23 سنه وانا قاعد اعيد واحدث بس وصلت الحمد لله يعني قبل اقدر ما شاء الله الصبر عندك هي طبعا لا انا الحمد لله يمكن اتحلى بالجانب هذا ما شاء الله وخصوصا ان انا قاعد اتكلم في 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 شيء يعني اتكلم انه يحمل اسم دولة الامارات المتحده وبالتالي انا لو قضيت عمري كله اكثر في هذا الموضوع وجو ناس ثانيين طبقوه ما عندي مشكله فعلا. انا قاعد اسوي شيء حق الدوله صحيح وضحي لاجل الدوله في هذا المجال ما عندي صحيح مشكلة. انا معك المخرج يقول ان باقي دقائق وبتنتهي الحلقه انا خفت لان ابى اسمع شيء قبل ما تنتهي الحلقه نسمع شيء وعقبها نكمل كمان سؤال اللي تبونه يلا وبنختم الحلقه اكيد بعد على الاغنيه اكيد على راحتكم على راحتكم تختاروا الحين يلا ما نبي نزعل الكورنر التراثي الجميل البديع ونحن وعدناهم نروح لهم هناك اي بس خلاص خذيناهم احنا التراثي حاضر اول مره الحين ضيوفي تمون معنا لاول مره لاول مره نعتذر منك عواطف ولكن ما نقدر اليوم قصوا عليكم خذينا من فوالتهم جبناها هني وخلاص لا في اغنيه اهداء حقكم بتكون يلا نسمعهم شيء ان شاء الله هني ولا هناك لا هني عندنا ما تروحوا خلاص لا حديث هناك شيء ترى لا لا خلاص هناك الحين بنخلي لنا ماشي بوقت وبنختم هني وبس هم عشان على خاطر اهداء حقنا على الخاطر على الخاطر شيء حظينا هذا ما لا توهقني مع بعض ولا على راحتكم تبى شيء تراثي تقول تبقى. في اغنيه خالتي مريم تبين شيء في خاطرك تحطي شيء ساداتي في اغنيه حلوه كنت تحبها ساداتي ساداتي حلوه صح طارش في اغنيه كنت تحبها لا تذكرني اظني اذكرني احبك يا غلاتي كنت تحبها من خمس يلا في يلا واللي بعدها ساداتي سيد ساداتي في الختام اي لا تذكرني حبك يا غناتي لا تذكرني ماضيك الجميل بس أذكره ما قصر حياتي مستحيل أحب غيرك مستحيل قولي لا تذكرني حبك يا غناتي لا تذكرني ماضيك الجميل في صدى ذكرات بعد أزر حياتي مستحيل أحب غيرك مستحيل الله الله الله, الله. المخرج ياس يقول يا منيتي يا منيتي يا منيتي هلا هلا وهنا رد مخرجنا ها كلنا بنقول وايد وغني عليه نرفع شويه رانيا عادي نغني وياك حبيبتي بس ما في كلنا يمكن تكتشف المواهب يا منيتي يا سلام أحبك يا سلام يا منيتي يا سلام خاطري وأنا أحبك يا سلام قولي ليش الجفا ليش تهجرني وأنا أحبك 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 يا سلام يترنم على البال عشي القمر والروض على غصن السلام يترنم على البال عشي القمر والروض على غصن السلام ذكرني بأحبابي ذكرني بأصحابي وبكاني أحبك يا سلام الله 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 ما
شاء الله عليك ما شاء الله عليك يحفظكم يا نورتونا والله ما سمعتكم بس غنوا ما حبينا شيء حسينا داخلين فعلا مخربين على الجو لا بالعكس بالعكس لا غنينا على فكرة بس ما شاء الله صوتك وايد قوي ما نقدر نوصل له اي احنا ننزل الطبقة شوي تحت لا خلي عندك لازم ما ادري اذا المخرج يوافق بعد في وقت ما عرف ما في وقت يلا نختمها على الأغنية يوم الختام بختمها يعني نورتونا دكتورة رانيا شعبان مطربة ودكتورة نورتينا اليوم في برنامج فوالة وكنا سعيدين بوجودك ويانا أنا أسعد ربي يخليك ويسلمكم يا رب وأيضا الملحن والمايسترو طارش الهاشمي نورتنا اليوم في استوديو فوالة شكرا جزيلا الله يعطيكم العافيه وخالاتي المتواجدات مع زميلتنا عواطف بعد الله يعطيكم العافيه ونستونا اليوم وما قصرتوا بتقدمون دوم بفوالتكم المتميزه مشكورين يعطيكم العافيه وبعد اشكركم على الاهداء وعلى الاغنيه الحلوه لا بالعكس بالعكس مشكورين لتواجد للشرف اللي نلناه نحن في تواجدنا مع الجميع اليوم اكيد نحن بنختم على الاغنيه مشاهدينا وصلنا للختام نتمنى ان شاء الله حلقتنا اليوم عجبتكم ونشوفكم باكر ان شاء الله بنفس التوقيت مع السلامه ان شاء الله تصبحين على خير سهام وتصبحون على خير مشاهدينا وإن شاء الله تريونا باكر في نفس الموعد بضيوف وإيداد إن شاء الله وأيضا فوالتنا إن شاء الله بتكون غير في أمان الله الختام عندكم الختام عندكم يلا يلا أمسك العود يطير الأغاني. في البر واماني